يا وفاء. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه ورحمه الله الله وبركاته. وبركاته. انا عايزه اعمل الشيخ اكلمه. اتفضلي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا استاذه شفت وفاء. المنام ده امبارح، شفت ان انا زي في قصر كبير او زي جامع حلو قوي قوي قوي، نعم، في قصر كبير او جامع ما شاء الله. الو، ايوه اتفضلي سامعينك يا فندم، اتفضلي. شفت ان انا في قصر كبير او في زي جامع حلو قوي قوي، مش عارفه يعني انا قصر ولا في جامع، نعم. بس لقيت نجفه حلوه قوي 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 شدتني، فببص فوق على النجفه لقيت في السره بتاعتها مكتوب عبد الفتاح السيسي. وبعدين لقيت فيها لها فروع فيها اسامي كتير، الاسم الوحيد اللي انا شفته اللي هو عبد الله. بس انا بقول ايه، هم دول اخواتي كلهم؟ وصحيت من النوم. طيب ممكن حضرتك تسألها سؤال بس قبل ما نطلع فاصل عشان تمام نجاوبها عليه؟ هسأل حضرتك سؤال، انت في امر، نعم، في مشكله بتواجهيه ومنتظر ان شاء الله فتح او قرب ان شاء الله تحل المشكله؟ هو في قضيه ليا بتاعت شغل كده يعني فيها علاوات وبشرك كده بخير، وانا مش شغاله فيها. وبشرك بخير، بس لان 10 سنين شغاله فيها. ان شاء الله خير، وبشرك بخير، لان الرؤيه فيها اسم عبد الفتاح، وهو اسمه من أسماء الله الحسنى. طيب أسأل الله أن يفتح عليك.